الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع المكثف إلى حد ما محددات الاستثمار Determinants of Investment، أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم أحبتي حيثما كنتم، وعلى بركة الله نبدأ. يعرف الاستثمار من وجهة نظر الاقتصاد الكلي، وكذلك الأمر بالنسبة للمنشأة في الاقتصاد الجزئي، بأنه زيادة في مخزون رأس المال العامل في الإنتاج أو الذي يساعد في الإنتاج. الآن توسع إما رأس مال جديد أو صيانة رأس مال حالي وهكذا. يعتمد مستوى الاستثمار في أي اقتصاد على عدة عوامل أو محددات نريدها كما يأتي، مع التأكيد على أن الترتيب المتسلسل لها في هذا العرض لا يقصد به تسلسلا لأهمية المحدد، وبالتالي كلياتها مهمة. أولا معدل أسعار الفائدة interest rate. تحتاج المنشآت العاملة في الاقتصاد إلى الاستثمار في إنتاج سلعة جديدة أو التوسع في إنتاج سلعة حالية أو استبدال تقنيات إنتاج جديدة بقديمة أو صيانة رأس المال العامل، وكل ذلك لا يأتي إلا باستثمارات جديدة وكلفة إضافية. وعادة ما ينظر الاقتصاديون إلى أسعار الفائدة باعتبارها كلفة رأس المال أو cost of capital، أو أنها تعبر عما يسميه الاقتصاديون كلفة الفرصة البديلة اللي هي opportunity cost. فإذا كانت أسعار الفائدة عالية كانت كلفة الاستثمار عالية، ما قد يؤدي إلى تخفيض حجم الاستثمار أو انخفاض الطلب على الاستثمار. هذا الآن يعني تمثيل عن أسعار الفائدة، كلما ارتفعت معنى ذلك بأن كلفة رأس المال بتكون مرتفعة، أو كلفة تبديل رأس المال أو التوسع في رأس المال والآلات وخطوط الإنتاج والمعدات وهكذا. نتابع. ثانيا المحدد رقم 2 ثقة قطاع الأعمال business confidence بالحالة الاقتصادية والسياسية والبيئية والاجتماعية كلها أو مجموعة منها. يعني لا يمكن لأي رجل أعمال أن يستثمر في اقتصاد متهالك. هنا يعتبر عنصر ثقة مجتمع الأعمال بالاقتصاد والدولة المجتمع الذي يفكر أن يستثمر فيه رجل الأعمال من أهم العناصر، وربما يأتي في مقدمة محددات استثمار الثقة. فلا يمكن أن يستثمر رجل الأعمال في اقتصاد ودولة يسودها الفوضى والتخبط وعدم الاحتكام القانون وتغيير القوانين بسهولة وغياب المؤسسات الحميدة. هذا التمثيل، لاحظوا لي هنا أحبتي كيف الآن الثقة مع الاستثمار فعلا علاقة تبادلية، هذا يؤثر بهذا وهذا يؤثر بهذا، إذا هذا انعدم هذا ينعدم، وإذا هذا انعدم بيكون فعلا الثقة معدومة وهكذا. نتابع. ثالثا الهيكل الضريبي السائد tax structure من أهمه، وهو من أهم العناصر المحدد للاستثمار في أي اقتصاد. فكلما كان هيكل الضريبة غامضا وغير محدد المعالم وكثير التغير انخفض الاستثمار في الاقتصاد. وعادة ما تشجع الحكومات التي تحترم وتريد أن تتوسع بإنتاجها، تحترم قطاع الأعمال وتتوسع حتى تشغل أكبر عدد ممكن من الأشخاص، هذه تشجع حكومات رجال الأعمال ليستثمروا في الاقتصاد بمنحهم ما تسمى الحوافز الضريبية tax incentive. هذا الآن التمثيل الرائع عن حصيلة الضرائب، لاحظوا في بعض الدول ضريبة الدخل، رسوم جمركية، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الربح الرأسمالي، ضريبة الرواتب، ضريبة المبيعات، كثرة الضرائب وغموضها أصلا ينفر المستثمرين ويبعدهم عن الدولة أو الاقتصاد الذي يعني يفكر به، إذا كانت يعني فعلا شيء من هذا القبيل. طبعا هنا ربما توجد كلياتها في اقتصاد معين ناجح، لكن بتكون مهيكلة وبتكون معقولة ومقبولة من قبل قطاع الأعمال. نتابع. رابعا تقنيات الإنتاج production technology. كلما كانت تقنيات الإنتاج سهلة التبديل والتعديل والتحسين زاد الإقبال على الاستثمار من قبل رجال الأعمال. هذا الآن تمثيل رائع أنه تقنيات الإنتاج، لاحظوا لي هنا هذا المنظر هنا الخلفي اللي بالظل هذا، أنه يمكن استبدال أي واحد مكان ثاني وهكذا. بمعنى آخر بأن تقنيات الإنتاج كلما كانت تقنيات الإنتاج سهلة التبديل والتعديل والتحسين زاد الإقبال على الاستثمار من قبل رجال الأعمال. بمعنى آخر تقنيات الإنتاج ليست جامدة، يمكن تبديلها وتعديلها وتحديثها حيث ما كان ذلك ممكنا.
خامسا كلفة مدخلات الإنتاج cost of input، كلما كانت كلفة مدخلات الإنتاج الأخرى اللي هي مدخلات إنتاج غير رأس المالها منخفضة زاد الإقبال على الاستثمار، والعكس صحيح، أي كلما ارتفعت كلفة مدخلات الإنتاج الأخرى انخفض الطلب على الاستثمار بسبب تأثير ذلك على الربح المتوقع من قبل المستثمر. الآن تشمل المدخلات الأخرى المواد الخام كلفتها، العمال، الوقود، التعبئة والنقل وهكذا. هذا الآن كلفة أقل يؤدي إلى ربح أعلى يؤدي إلى استثمار أكثر وهكذا. الآن سادسا الطاقة الإنتاجية المنشأة production capacity or capacity utilization، إذا كانت الطاقة الإنتاجية المنشأة أو المنشآت العاملة غير مستغلة بالشكل المناسب والأعظم فإن المنشأة أو المنشآت لا تميل بالعادة إلى الاستثمار. يعني عندي الآن لدي منشأة مصنع طاقته الإنتاجية 20,000 وحدة في اليوم لكن أنتج 10,000 وحدة، لماذا أستثمر بما أنه فقط 50% من الطاقة الإنتاجية اللي مستغل لها؟ فهذه الطاقة الإنتاجية مهم جدا من محددات الاستثمار. لاحظوا الإنتاج الفعلي إذا قسمناه الآن على أعظم إنتاج ممكن هاي أوكي بيساوي لما يسمى بالطاقة الإنتاجية. مهم جدا أن يتعرف مدير المنشأة أو الإدارة فيها على أن هذه المعادلة البسيطة جدا هي من محددات استثمار الطاقة الإنتاجية. كلما إذا كانت الطاقة الإنتاجية للمنشآت أو المنشأة غير مستغلة بالشكل المناسب والأعظم فإن المنشأة أو المنشآت لا تميل بالعادة إلى الاستثمار. سابعا التراكم الرأسمالي capital accumulation، يؤدي تراكم رأس المال في المنشآت في الاقتصاد أكثر مما تحتاجه المنشآت أو الاقتصاد إلى انخفاض معدل الربح ويؤدي بالتالي إلى انخفاض طابع الاستثمار. لاحظوا لنفترض أنه الآن نحن بحاجة إلى هذه الآن الآلة هذه الجرافة أوكي؟ فقط مثلا يعني أو ربما أنا بحاجة إلى هذه وهذه لكن ربما لا نحتاج هذه الآن هذه الداتا أو ربما نحتاج إلى هذه وهذه لكن لا نحتاج. إذا الاستثمار في أي واحد منهما يكون عقيم وبالتالي هذا التراكم الرأسمالي غير المناسب أكثر مما يحتاجه الاقتصاد أو أكثر ما تحتاجه المنشأة والمنشآت يؤدي إلى انخفاض معدل الربح وبالتالي يؤدي إلى انخفاض الطلب على الاستثمار. ثامنا نمو عدد السكان population growth، يؤدي على السكان وتركيبتهم في الهرم السكاني في الطلب على الاستثمار، يعني الزيادة يؤثر في الطلب. فكلما زاد عدد السكان زادت الحاجة إلى الطعام والشراب والسكن والخدمات الصحية والتعليمية والأخير كل هالأشياء اللي قطاع الأعمال أو ربما الحكومة تحتاجها إلى أن تزودها بالسكان، لكن يعني قطاع الأعمال المستثمرون سيحتاجوا إلى أنه يزودوا هذا العدد الكبير من السكان بأكبر كم ممكن من السلع الاستهلاكية والبيتية وما شابه. وهنا الآن لنفترض أن عدد السكان كان منخفضا الحاجة إلى السلع قليلة، الآن زاد على السكان الحاجة إلى السلع زادت، ثم زاد على السكان الحاجة إلى السلع زادت، وأخيرا الآن عندي مرتفعة هنا الحاجة إلى السلع مرتفعة. كل هذا الزيادة في السكان يؤدي إلى زيادة في الطلب على الاستثمار الطلب على الاستثمار. خطأ طباعي هنا. نتابع تاسعا وأخيرا هو الربح المتوقع expected profit، كلما زادت الأرباح المتوقعة من قبل المستثمرين زاد الطلب على الاستثمار. هنا في علاقة لاحظوا هذا الربح المتوقع المحور الأفقي وهذا الطلب على الاستثمار المحور العمودي وهذا الآن هو الطلب على الاستثمار. فالعلاقة طردية بين الربح المتوقع والطلب على الاستثمار، كلما زاد الربح المتوقع من قبل المستثمرين يزداد الطلب على الاستثمار. بالملخص الآن يمكننا أن نلخص كل هذا الكلام في هذه الحالة هنا اللي هو الاستثمار يعتمد من محدداته، عندي أسعار الفائدة، عندي ثقة قطاع الأعمال، عندي الهيكل الضريبي، عندي تقنيات الإنتاج أرجو الرجوع إليها، كلفة مدخلات الإنتاج، عندي الطاقة الإنتاجية، عندي ما يسمى التراكم الرأسمالي، وعندي الآن نمو السكان والربح. آخر شيء أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي حيثما كنتم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى عن موضوع آخر، ربما يكون ما يسمى بالـ Marginal Efficiency of Capital، اللي هو النجاعة الحدية لرأس المال. وإلى لقاء بإذن الله، والسلام عليكم ثاني مرة ورحمة الله وبركاته.